ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مستقبل النخيل في مصر وفي الوطن العربي. النهاردة إن شاء الله هنعرف الأصناف اللي هي مطلوبة عالميا والأصناف اللي هي ذات جودة عالية، وهنتكلم عن الجدوى الاقتصادية من زراعة وإنتاج النخيل والأصناف المطلوبة في التصدير. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، الأصناف اللي قدامنا ديت أصناف النخيل البرحي، وصنف النخيل البرحي ده ثبت وجوده في مصر بدرجة كبيرة جدا ونجح، والحمد لله بدأت الأشجار بتاعته توصل لحد معدل كبير جدا من الإنتاج، يعني بتصل إنتاج النخلة ممكن لحد 400 كيلو جرام لما بتصل للإنتاج التجاري، وده بيكون بعد حوالي 6 لـ7 سنين. طبعا هتشوفهم في الصور زي ما احنا شايفين دلوقتي، وطبعا مصر من الدول الرائدة اللي بتحتل مركز كبير جدا في العالم، يعني وفي الوطن العربي تعتبر مصر بتحتل المركز الأول في إنتاج النخيل. ولكن بقى في عندنا مشكلة احنا في مصر، المشكلة ان اغلب النخيل اللي عندنا نخيل مجهل وناتج من زراعة البذور، وأصناف كتيرة جدا غير معرفة. احنا في صدد زراعة 5 مليون نخلة من خلال الجيش، وطبعا دي حاجة كويسة، وده هيزود الرنك بتاع مصر في انتاج التمور. انا بقى من خلال هذا الفيديو بنصح الناس كلها انها تتجه لزراعة وانتاج النخيل، لان في ناس بتقول لك طب انت هتزرع، الدولة هتزرع 5 مليون نخلة، طب ما هو كده الانتاج هيزيد. لا، احنا لو زرعنا مساحات كبيرة جدا من النخيل وبدأنا نعمل مصانع ونفتح اسواق تصديرية لدول اوروبا كلها وامريكا، هتبدأ الاسعار هتزيد وهناخد رانك، وخاصة لو انتجنا الثمار انتاج عضوي، يعني معاملات بدون تسميد كيماوي او رش مبيدات حشرية اللي هي لها سايد افكت او تأثير جانبي على الصحة، اللي هو الزراعة الاورجانيك. طبعا الناس كلها طب هتقول طب وانا هزرع ايه اللي ضمني؟ لا يا جماعة، المحصول النخيل البرحي والنخيل المجدول دي من الاصناف اللي نجحت في مصر وانتاجها عالي زي ما انتم شايفين كده، بيصل انتاج النخلة الى 400 كيلو، بيزرع في الفدان في حالة الزراعة 7 في 7 85 نخلة، وال 85 نخلة لو كل نخلة بس جابت 100 كيلو جرام، 100 كيلو جرام هيديك الفدان حوالي 8 طن ونص. الكيلو بيتباع بيوصل لحد 20 و25 جنيه على الشجر. لو زرعت 8 في 8 بتزرع حوالي 65 شجرة في الفدان، وبالتالي لو الشجرة الواحدة جابت 100 كيلو هيديك 6 طن ونص. لو اديتك 200 كيلو جرام هيديك 13 طن. لو زرعت 9 في 9 هتزرع 51 شجرة في الفدان، لو اديتك 100 كيلو جرام الشجرة هيديك 5000 كيلو جرام، لو اديتك 200 كيلو جرام هتديك 10000 كيلو جرام. طب لو زرعت 10 في 10 يعني هتزرع 42 شجرة في الفدان، وبالتالي هيديك 4000 كيلو جرام في حالة لو اديتك 100 كيلو، ولو الشجرة اديتك 200 كيلو هتديك 8 طن، ودي حاجة كويسة جدا. وانا بقى بنصح ان انت تزرع، وجهة نظري انا ان انت تزرع 9 في 9 او 10 في 10، وتخمس في النص زيتون، او تزرع مانجو كيت او كنت او نعومي، تزرع برسيم حجازي، تزرع محاصيل فول صويا، رمان يوسفي، اي محاصيل تكون صغيرة الحجم تزرع في المنتصف. طبعا يا جماعة زي ما احنا عارفين ان البلح ده مربح جدا جدا فوق ما نتخيل، ولو الدولة بدأت تتجه للموضوع ده ان شاء الله هتعمل مصانع كبيرة وعلى جودة عالية، وهتهتم بموضوع تعبئة الثمار، وهيبقى في طلب كبير جدا على ثمار البلح، وخاصة في عندنا مصر بتتميز عن اي دولة تانية. والوطن